أحلى 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 مساء للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدينة كولمار الفرنسية الغنية عن التعريف، أشبعناها تصوير. أنا ما كنت مخطط أني أصلاً أني أبيت فيها، لكن شفنا الوقت متأخر علينا فشفنا أن نبيت فيها اليوم، وبكرة إن شاء الله هنروح إلى سويسرا. عموما اليوم تاريخ 15/11/2018، ودرجة الحرارة الخارجية حاليا 6. هذا شارع التسوق الرئيسي في مدينة كولمار، وفي منطقة اللي المنطقة اللي يسمونها فينيسيا الصغيرة، والسيتي سنتر اللي فيها. اي والله الليل له لون ثاني، الاضاءات هذا هو الشارع الرئيسي للتسوق. وحين تخيلوا الساعة 5:10 تقريبا العصر، تخيلوا تقول أذان المغرب عندنا وصلوا. كل ما ليك صار اليوم. هذه الكاتدرائية الرئيسية في المدينة. هذه الكاتدرائية من الأمام، صبحكم الله بالخير ويوه الخير والسلام عليكم ورحمة الله. هذا بيت مصمم تمثال الحرية، حاليا الحين مسوين متحف. هذا هو المصمم، هذا الشخص طبعا مصمم أشياء ثانية. هذا مدخل المكان، وحاليا هو متحف. هذا طبعا في مدينة كولمار الفرنسية، وفيه تمثال للحرية على مدخل مدينة كولمار، المدخل الشرقي. هذا هو المنزل، يفتحون يمكن الساعة 10 أعتقد، يفتحون الساعة 10. وهذا هني بعض المعلومات عن مصمم تمثال الحرية بالفرنسي بالإنجليزي. حياكم الله وصبحكم الله بالخير ويوه الخير. التقاطات في هذه المدينة. هذه هني بداية فينيسيا الصغيرة، هني بداية فينيسيا الصغيرة عند الغوارب هاي، وندخل السكة العجيبة. هذا المدخل، مدخل السكة العجيبة. هذا الديج يسلم عليكم. هذا البيوت اللي على النهر، هذا النهر هني نهاية بعد الجسر. هذا السوق العام، هذا سوق قديم جدا للفواكه والأسماك واللحوم. نواصل تصويرنا.
واصل. أخذ اللقطات الصباحية قبل الخروج من المدينة والتوجه إلى الملكة سويسرا. وصل. هذا شارع التسوق طبعا رئيسي في كولمار، واللي في طرف الشارع فندقنا فندق ميركوري في طرف الشارع، توهم يفتحون الصباح. طبعا الكوفيات والمخابز هاي تفتح من الصبح بكير، محلات اللي 9 واللي 10. ممكن حد يسأل عن اسم الشارع، هذا اسم الشارع، شارع ديس كليفز، هذا اسم الشارع، هذا شارع التسوق الرئيسي في كولمار. نشوفكم إن شاء الله في غريندلوول، تبعد من هنا تقريبا 180 كيلو إلى 190 كيلو، لكن الطريق أكثر هايوي. لكن في سويسرا لما توصل قريب زيورخ هني في تشهد بعض الزحمات، فانتبهوا افضل وقت العبور هالمكان السبت والاحد، فدائما تشهد زيورخ نفس ميونخ، بس طبعا زيورخ على اقل تشهد بعض الزحمات للخروج والدخول الى زيورخ. تحياتي لكم. هذا الحين بدوا يحطون الكشكات هني لين الساعة تقريبا 6 العصر او 5:30 يشلون الكشكات تم. هذا على طول على طول شارع التسوق. كل أكثر أشياء مستعملة، ترى هاي الأشياء لها سوق في أوروبا، سياك الملابس، هاي أشياء أنتيكات. هذا التشكيل